سيدي موسى بأجلو بإقليم تيزنيت، قبلة للباحثين عن أجواء لطيفة ولحظات استجمام ممتعة توفرها مياه الشاطئ ورماله الطبيعية الناعمة، لا سيما خلال موسم الاصطياف، إذ يتيح للراغبين في ممارسة السباحة الاستمتاع بهدوئه والهروب من قيد الصيف. شاطئ أجلو يحصل على اللواء الأزرق، يعني الشارة البيئية للمرة 13 على التوالي. يعني الناس عندهم ثقافة ديال نظافة المياه ونظافة الرمال، لذلك هذا الشاطئ كيعرف واحد إقبال كبير في موسم الاصطياف، خصوصا عند ارتفاع درجة الحرارة. يعني كاين ناس محليين من الإقليم ومن خارج الإقليم، يعني من جميع أقاليم المملكة، وكذا الناس اللي كيجيو خارج الوطن، يعني كيدوزوا الصيف ديالهم هنا، ويعني كيعبروا على الارتياح ديالهم. هذا الشاطئ الذي يبعد عن وسط مدينة تيزنيت بحوالي 15 كيلومترا، واحد من أبرز الأماكن السياحية التي تقصدها بكثافة ساكنة الإقليم، وزواره المتوافدون عليه من مختلف جهات وأقاليم المملكة وحتى السياح الأجانب. الشاطئ زوين ونقي وفاميليا سيغتو عائلي، ما كاينش بزاف الاكتظاظ، ونقي وكل شيء فيه، فيه الأمان، فيه لي ميتخ ناجور، كاين لي ريستورون، كل شيء غادي تلقاوه هنايا. هذه المرة الثانية اللي نيجي على شاطئ أجلو هنا، شاطئ لطيف ونظيف والناس مبسوطين بيلعبوا، ما في مشكلة، والدنيا أمان والدنيا بسلام. ومع تزايد أعداد الوافدين على شاطئ أجلو وعلى غرار باقي شواطئ الإقليم، تحرص السلطات المختصة على ضمان مرور فصل الصيف في ظروف مناسبة واستمتاع المصطافين بالبحر في جو صحي وسليم.